يقول أحد الدعاة: كان صاحبي شيخا جليلا وداعية فاضلة، اشتهر بقراءة الرقية الشرعية على المصابين بالأمراض النفسية والسحر والعين. جاءه يوما أحد كبار التجار يشكو ألما شديدا في يده اليسرى، وكان واضحا على وجهه وعينيه أن الألم شديد، فجلس بين يدي الشيخ وقال: يا شيخ اقرأ علي، فأنا أشعر بألم شديد لا أعرف سببه، وقد راجعت الأطباء والمستشفيات وأجريت التحاليل، ويخبرني الجميع أن كل شيء في جسدي سليم، ولا أدري ما أصابني، لعلها عين. قرأ عليه الشيخ الرقية ودعا له، ثم جاءه في اليوم الثاني وقرأ عليه ودعا له، وكذلك في اليوم الثالث والرابع. وطالت الأيام وألم التاجر يزداد شدة، فصارحه الشيخ يوما وقال له: قد يكون ما أصابك بسبب دعوة مظلوم آذيته في ماله أو نفسه أو عرضه أو غير ذلك. تغير وجه التاجر وغضب وصرخ بالشيخ: أنا أظلم، أنا أظلم. فاعتذر له الشيخ وخرج التاجر من عنده غاضبا. وبعد 10 أيام عاد التاجر للشيخ مسرورا وفي صحة تامة وقد زال ألمه، وأصر أن يقبل رأس الشيخ ويديه، ثم قال له: أنت والله سبب شفائي بعد توفيق الله. تعجب الشيخ وقال له: كيف ذلك والقراءة لم تنفع معك؟ فقال له: لما خرجت من عندك وجدت الألم يزداد، وكانت كلماتك ترن في أذني، نعم قد أكون ظلمت أحدا أو آذيته، فتذكرت أني لما أردت أن أبني قصري كان هناك أرض ملاصقة له، وكانت ملكا لأيتام وأمهم، فأردت شراءها لأجعلها حديقة للقصر، وأرسلت إليها أطلب شراء الأرض فرفضت وقالت: وماذا أفعل بالمال إذا بعتها؟ دعوا الأرض على حالها حتى يكبر الأولاد ثم يتصرفون بها. حاولت إقناعها وأغريتها بالكثير من المال فأبت، لكن الأرض كانت مهمة بالنسبة لي، فأخذتها بطرق الخاصة، واستخرجت لها إذن بناء من الجهات المختصة أيضا بطرق الخاصة وبنيتها. ولما بلغ أم الأيتام الخبر كانت تأتي وتنظر إلى العمال يشتغلون في أرضها وتسبهم وتبكي وهم يظنونها مجنونة، وأذكر أنها كانت ترفع يديها وتدعو الله وهي تبكي. ومنذ ذلك الحين بدأ في يدي آلام لا أنام منها في الليل ولا أرتاح في النهار، فأخذت جولة في المستشفيات ثم جئتك، وبعدما نبهتني إن كنت ظلمت أحدا تذكرت هذه الأرملة وذهبت إليها واعتذرت منها وبكيت وأعطيتها أرضا في موقع آخر أحسن من الأرض الأولى، فرضيت ودعت لي، وخرجت من عندها ولجأت إلى الله بالدعاء وطلب المغفرة، حتى بدأ الألم يتلاشى شيئا فشيئا حتى زال ولله الحمد. ابتسم الشيخ وقال: دعوة المظلوم مستجابة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وقد لا يقع البلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فكم من آلام وجروح ومواجع يفني أصحابها أعمارهم وأموالهم لعلاجها، ولا تعالج إلا برفع الظلم ومصالحة أصحاب المظالم، لأن دعوتهم مستجابة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.